على الهواء مباشرة. مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الجزائر. اليوم فيه موضوع مهم يتعلق بتصريحات مناصرة جزائرية ضد الكوت ديفوار بعبارات قاسية جدا تحفظت السلطات الإيفوارية عليها، وهي محقة في ذلك أن تتحفظ على هذه التصريحات أو مثل هذه التصريحات، وهي محقة أيضا السلطات الإيفوارية لما تقوم بإجلاء أو طرد هذه المناصرة التي لا تمثل الجزائر بطبيعة الحال، ولا تمثل أغلبية الجزائريين ولا كل الجزائريين. وهنا يجب أيضا خلال هذه الحصة سنؤكد على مجموعة من النقاط المهمة. هذه التصريحات التي تبدو معزولة ولا تمثل الشعب الجزائري إطلاقا، الذي المناصر الجزائري يتكلم هنا، الذي يصنع الاستثناء بشكل كبير مع الشعب الإيفواري، وشاهدنا التصريحات وأيضا حصة الصور، استغلتها بعض الأطراف خاصة أعوان المخزن الذي يستثمر في هذه أو في هذا التصريح خاصة بشكل عجيب وغريب ورهيب، ويغذي هذه التصريحات لتصل لدرجة الفتنة بين الشعبين الإيفواري والشعب الجزائري. رد الجزائريين بطبيعة الحال كان مثاليا، ولا يمكن أيضا لأحد أن يعلم الجزائريين معنى الاحترام أو التقدير وإن كنتم جاهلين لهذا الأمر. خاصة أتكلم بهذه الرسالة لأعوان المخزن، والمخزن بالتحديد لأنه يستثمر، وشاهدنا ووصلتنا رسائل بشكل خاص من طرف المناصرين الجزائريين هناك. علاقتنا مع الشعوب الإفريقية يعرفها الجميع منذ الخمسينات أو ضاربة في عمق التاريخ، والثورة الجزائرية كانت ملهبة للشعوب الإفريقية من أجل التحرر. وأيضا رسائل الجزائر دائما ما تكون إفريقية، وعمق الجزائر دائما ما يكون إفريقي. لذلك نقول بأن التصريحات هذه المناصرة الجزائرية هي بالنسبة لنا كجزائريين لا حدث، ونتمنى أن تكون بالنسبة للإيفواريين لا حدث، لأن هناك طرف آخر يجب أن يعي هذا الشعب الإيفواري هذا الأمر ويستثمر فيها بشكل كبير. ثم أن هذه المناصرة غير مقيمة في الجزائر. علاقتنا بالشعب الإيفواري تحكمه الصداقة، المحبة والأخوة، ويحكمنا أيضا القارة، تحكمنا القارة الإفريقية، جمعنا الماضي ويجمعنا الحاضر وتحديات المستقبل. مشاهدينا سنناقش هذا الأمر بشكل مفصل، ونناقش أيضا ولو أن الأمر مترابط فيما بينه ببلد عربي أصبح موجود في قلب الأزمات التي تعيشها المنطقة العربية بالخصوص. ويعمل هذا البلد العربي للأسف على تفتيت وتقسيم وتشتيت دول عربية بعينها، وخاصة الجزائر، وآخرها ما فعلها بمالي. على كل أسعد أن نناقش هذه النقاط مع ضيفي هنا الأستاذ حسين خلاص، رئيس تحرير بقناة الوطنية. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بك زكي. شكرا. وكل موعد الثلاثاء أو أربعاء دائما نحن دؤوبون على الحضور، ونعتذر للجمهور أننا غبنا بالأمس أستاذ حسين. نعم. لأسباب نعم. خارجة عن نطاقنا. على كل حال، ونذكر فقط بأن الحصة والبرنامج طوال عمرك كان سيكون يومي أو ثلاثة أيام في الأسبوع، الاثنين والثلاثاء والأربعاء على السادسة مساء استثناء، وبعد الكان سيكون لنا أو العودة إلى البرنامج القديم. وأسعد أن يكون معك أستاذ حسين خلاص، الأستاذ زكريا مقران الخبير في العلاقات الاستراتيجية عبر خدمة سكايب من قسنطينة. مرحبا بك أستاذ زكريا. وسهلا، مرحبا. شكرا جزيلا لك. أبدأ معك أستاذ حسين خلاص. من المهم، يعني هناك استثمار واستغلال لتصريح معزول أستاذ حسين خلاص من طرف بعض الجهات، أنا دعني أسميها وأسمح لنفسي بالتسميه أعوان المخزن، ووصلتنا رسائل على الخاص وكذا، بأن هناك من يحاول أن يخرج هذا التصريح عن سياقه أستاذ حسين خلاص، وكأن هذا التصريح يمثل الجزائريين، وكأن سفير أو وزير تكلم. أستاذ حسين خلاص. طيب، قبل الحديث عن الذين يقفون وراء هذا الاستغلال القذر يعني لمثل هذه التصريحات، لابد أن يعلم الرأي العام الدولي والإفريقي بالأخص أن علاقة الجزائر حكومة وشعبا
بإفريقيا علاقة مقدسة قبل كل شيء، لأننا كنا بالأمس في كفاح مشترك من أجل الاستقلال، وكنا كذلك في كفاح مشترك ضد التخلف، وكان طموح الجزائر والكثير من البلدان الإفريقية خاصة تلك الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي البغيض مثل كوت ديفوار، كنا دائما نحاول أن دائما معا أن نجد مساحات مشتركة للكفاح من أجل التخلص من تلك الهيمنة وضمان الاستقلال الاقتصادي إلى جانب الاستقلال السياسي الذي حزن عليه. ففي الحقيقة جرت الكثير من بطولات إفريقية في إفريقيا في عمق إفريقيا، واستضافت الجزائر أيضا بطولات أخرى، ولم يكن في يوم ما أي مشكل وأي نزاع وأي شيء من هذا القبيل يذكر. فلا أدري من أين أتت هذه المرأة التي استغلت ربما الوضع، يعني وضعها يزعم كمناصرة بين قوسين، أن تغذي يعني شاشتها قناتها في اليوتيوب ببهتان وبأكاذيب، وأيضا بإساءة لبلد هو الآن ينظم كأس إفريقيا وإلى حد الآن ينظمها باقتدار، يعني على كل حال. والجزائر لها علاقة طيبة مع كوت ديفوار وتحترم قرارها الداخلي، ومهما كانت مهما كان نظام الحكم، بل بالعكس تقف أمامها يعني مساندة عندما يحل بها أي مكروه. فالجزائر لا تستثني أي بلد إفريقي من مساندتها وتضامنها، سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو داخل يعني والعلاقات. يعني الآن نحن نحاول أن نشق الطريق في الجزائر إلى غرب إفريقيا عن طريق موريتانيا وإلى كوت ديفوار وإلى غير ذلك من الدول الإفريقية، يعني دعما للعلاقات الاقتصادية. هذه الديناميكية الإفريقية طبعا لا تساعد الكثير، منهم جارنا الغربي المخزن الذي منذ سنوات كثيرة يحاول أن يستبق المواقع، أن يشن حرب مواقع إفريقية، يحاول أن يربح الأسواق ولكن بطريقة بلدوية. وكوت ديفوار هي جزء من الطريق ومن الخط العابر للغاز الذي يقوم أو يناور المغرب من أجل أن يمر على المغرب ويذهب، يعني على 15 دولة أو 16 دولة. من بين الخطط تأليب الشعب الإيفواري والشعوب الإفريقية ضد الجزائر، وفعلوها مع مالي أيضا، فعلتها الإمارات أقولها صراحة مع مالي وعن طريق أيضا المغرب، وها هي الآن تمتد إلى كوت ديفوار وتغتنم فرصة سانحة، فرصة كأس إفريقيا وهذه الخرجة ممتاز. أستاذ زكريا، هل ربما أنت مع الذي يقول بأن هذا التصريح هو تصريح لمناصرة جزائرية تمثل نفسها في المقام الأول ولا تمثل أي أحد آخر، ربما زوجها ولا تمثله يعني إن كانت متزوجة، هل تؤكد بأن هذا تم إخراجه عن سياقه؟ تكلمت ربما أو قارنت الجزائر بكوت ديفوار، والمقارنة لم تعجب الكثير من الإيفواريين، والسلطات الإيفوارية قررت طرد أو إجلاء هذه المناصرة الجزائرية من الأراضي الإيفوارية وإخراجها من التراب الإيفواري. تفضل أستاذ زكريا. شكرا، تحية لكم. في صور نعم سيد الكريم، فيه مثل يقول يا ناطح الجدل برأسه اشفق على رأسك لا على الجبل. هناك مرتزقة من الجزائر من غير الجزائر يعني مأجورين ليفسدوا عرس كروي في ساحل العاج،
وما قالت وما أفادت به هذه المناصرة أعتبره لا حدث، لأننا ننزل بالمستوى إلى يعني امرأة يعني عندها نقول صاحبة يوتيوب يوتيوبرز، يعني لابد في السياسة نكون شوية يعني محترفين سواء في الساحل العاج أو في الجزائر أو في أمر في مناطق أخرى. هم مستأجرين يعني مستأجرين من قوى عدوة، من احنا نقول قوى خفية ممكن جدا تكون من الجار من المغرب أو من الإمارات أو من جهة أخرى. احنا ما نود هو إنجاح هذا العنصر الكروي وأن يكون تكون فيه روح رياضية يعني بين الشعوب الإفريقية التي تشترك في مصير واحد من شمال إفريقيا إلى جنوبها من غربها إلى شرقها. وما فعلته هذه المرأة هو عبارة يعني احنا نقول على فقط جزء صغير جدا أو ذرة تريد أن تشعل بها نار الفتنة بين الشعوب الأفارقة. فنحن أو الدولة أو المجتمعات والشعوب الإفريقية على ما أظن يعني لها مستوى أعلى من أن يعني تحط من شأنها في إعلام يعني مبرمج أو في إعلام موجه أو في شيء من هذا القبيل يرجى منه إحداث الفتنة بين مناصرين جزائريين في الكوديفوار يعني في سهل العاج. ولا بد من أن تكون لنا ردة فعل هو إنجاح هذا العرس، لأن منتخبنا هناك والمناصرين هناك في سهل العاج في بلدهم الثاني، ولا بد أن تكون يعني الجماهير لها ثقافة فكرية عالية وأن لا تقرع ولا نرد على السفهاء أينما كانوا وأينما وجدوا. سيد الكريم، لا هو أكيد أفهم كلامك زكريا بشكل خاص يعني، ولا يمكن أبدا تسليط الضوء على مناصرة، ولكن الأمر أخذ أبعاد أخرى أستاذ زكريا، هذا هو الشيء المهم. نعم. ربما أستاذ خلاص. نعم. فيديو مناصرة قامت بفيديو الله لا تمثل، ولكن البعض يحاول تضخيمها لتصل إلى درجة الفتنة بين الشعبين، وهنا نحن كإعلام علينا إيقاف هذه الأمر وإلا. نعم. بيننا مع أي دور لنا يعني كإعلام يعني. أولاً قبل ربما الشعب الإفريقي يشاهد في الحصة هذه يفهم الموقف الرسمي، خلينا نتكلم باسم الشعب الجزائري. نعم. هذا هو الأصح. لا في الحقيقة أولاً سفيرنا بكوت ديفوار بادر وهو الذي طلب من السلطات الإفوارية وتبرأ من هذه المناصرة أولاً، وطلب أيضاً إجلاءها من كوت ديفوار. يعني الجزائر لأنها هذا تعبير عن أن هذا ما قامت به ليس من شيم الشعب الجزائري ولا من قيمه، لا يمكن للجزائري الذي نعرفه جيدا أن يذهب إلى بيتي إلى ضيفا في بيت من البيوت ثم هذه الصور. لماذا لا يتكلمون مثلا على هذه الصور؟ هذا الجزائري يقوم بتوزيع، وإذا كان أمكن إذا كان نسمع فيها صوت، نسمع صوت ماذا قال هذا المناصر. يعني هذا الشعب الجزائري مع الشعب الإفواري، هناك لحمة، هناك تعاون، هناك تبادل، هذا كل هذه الصور يصنعها جزائريون أستاذ حسين خلاص. نعم. في وهذا مراسلنا هناك بشهادة المناصرين الموجودين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأينا أن الجزائريين استقبلوا استقبالا حارا من طرف الإفواريين، وكان فيه يعني لحمة يعني وأخوة وصداقة ظاهرة على وجوه المستقبلين يعني، وفيه أيضا كانوا يتذكرون فرق جزائرية لعبت البطولة بطولة إفريقية يعني، فيه ذاكرة رياضية وذاكرة سياسية، وفيه يعني هذا الشعب ماهوش منقطع تماما ويمكن تضليله يعني. صحيح انه فيه ردة فعل وهذا طبيعي ان يكون فيها ردة فعل، الذي له ليس طبيعيا ان يستغل هذا رد الفعل لإثارة الفتنة وتعميق يعني. وهذه ربما أعتقد كما كل المحاولات السابقة لن تصل إلى مداها ولن تنجح بإذن الله، لن تنجح لأن أولا أستاذ خلاص يجب أيضا تبرئة الشعب المغربي من هذا الأمر يعني. طبعا طبعا الشعب المغربي عشاء أن يصل إلى درجة فيها أجهزة يقوم بزرع الفتنة يعني. فيها أجهزة إعلامية،
فيها جزيزة سيبرانية فيها يعني ذباب يشتغل على جميع المستويات ويترقب كل فرصة لشيطنة الجزائر أولا وتقديمها على أنها عدوة لكل البلدان الإفريقية، وهذا داخل كما يقولوا في حرب المواقع التي تحدثت عنها. أستاذ زكريا، يعني المحاولات كثيرة، ليست ربما أن تتصفها بالمعزولة وباللا حدث وأنه لا يمكن النزول إلى هذا المستوى، ولكن هناك تتبع لآثار الجزائر والجزائريين أينما كانوا لزرع الفتنة وتقسيم الجزائر وعزلها إن صح التعبير. أليس هذا هو المخطط؟ أليس هذا هو الموجود؟ أليس هذا ما تراه أستاذ زكريا؟ ومن خلالك يجب أيضا تنبيه الكثيرين. نعم سيدي، نعم. نشوف الجزائر لها أعداء كثيرون، وهذا بسبب المواقف المشرفة للدولة وللشعب اتجاه القضايا المصيرية للشعوب في كل أنحاء وأصقاع الأرض، ولكن وهذا الثبات والوقوف يجلب لك أعداء في كل توجهاتهم. لكم أعداء في فرنسا، لنا أعداء في فرنسا، أبواق في بريطانيا، أبواق هنا وهناك. في الجزائر ليس بمنأى عن كل هذه التحرشات الإعلامية وعلى السوشيال ميديا يعني، أو على التلفزيون أو على وسائل أخرى، وهذا جزء لا يتجزأ من الحرب القذرة الخفية بأيادي الخفية ملطخة يعني من أعداء كثيرين. ولا بد أن نحن أن نستثمر في الفكر الوطني السياسي وحتى الفكر الاجتماعي، أننا لا ننساق وراء كل هذه الدعايات وهذا الكلام يعني الخطير. أستاذ زكريا، كيف يجب التصرف مع مثل هذا؟ بالتجاهل هم يزرعون الفتنة ونحن نتجاهل، وبعد ذلك زرع الفتنة يتم الحصاد، من يزرع يحصد. نعم سيد الكريم، شوف لكل فعل ردة فعل، وخلينا نقول الطبقة العامة في المجتمع أو أي مجتمع لا يقبل كل هذه الترهاصات أو الاستعلاءات نسميها أو زرع الفتن، لا بد تكون فيه يعني ردة فعل. أنا أنصح بكل صراحة، أنصح يعني شعبنا الكريم والشعوب الحرة الفصيلة أن تتجاهل، كما يقول المثل العربي القديم، يقول لك يعني أكرمكم الله، يقول لك مررت على السفيه يسبني، فقلت هذا لا يعنيني، من ذا الذي يعض الكلب إن عضه. ولهذا لابد يكون فيه رقاء فكري، فيه رقاء أننا سعة صدق، معليش ما فيش مشكلة، يسبون ويتهمون ويزرعون بذور الفتن لتحسين الشعوب، ولكن الشعب لابد أن يعي، وأنا متأكد أن شعبنا والشعوب الحرة لها درجة عالية جدا من يعني من الوعي، أوكي، ومش فقط في الحديث الإفريقي هذا الكروي بالنسبة لهذا أنا أسميها من يعني براعم جزيء لا يتجزأ من المخطط الكبير العالمي الذي يحاك ضد الأمة الجزائرية والأمة العربية الإسلامية بصفة عامة. ممتاز. سعة الصدر هي المطلوبة أستاذ حسن خلاص في مثل هذا الأمر؟ لا يجب للجزائر، لا نقول للجزائر يعني، خلينا احنا نتكفلوا الإعلام يعني بالرد على مثل هذا، وإيضاح دائما صورة الجزائر عند الخارج. دائما ما نؤكد بأن الجزائر ليست عدائية لا في تصرفاتها لا في سلوكياتها ولا غير ذلك. هل يجب أن ننزل المستوى ونقوم أيضا بالعدائية بالمناورات بالخبث هذا الذي كنا نتكلم عليه أستاذ حسن خلاص، أم لا يجب كما قال أستاذ إذا مر عليك السفيه فلا تسمح؟ ليس من مبادئ الجزائر أو قيمها أن تخوض في مثل هذه يعني الأشياء. لا يمكن أن الجزائر لا تستغل مثل هذه الأشياء مثل ما استغل تدخل هذه المرأة يعني. إنما واجبنا أن ننير الرأي العام وننفي
هذه المزاعم وهذه الأكاذيب، لأن هذه المناصرة لا تمثل إلا نفسها، وبدليل أنها لا تسكن حتى في الجزائر، يعني تسكن في فرنسا، تدعي أنها جزائرية وتحمل العلم الجزائري، ولكن ومن يدليل علها ربما بين أيدي ربما أجندات أخرى لا ندري، نحن لابد من ربما من التحقيق في الأمر. في الجانب الإيجابي قد تكون يعني زلت لسان يعني من هذا الأمر، أو خانها التعبير، أو خانها الحظ في المقارنة ما بين الجزائر وكوت ديفوار، قد يبدو لها شيئا عاديا يعني. نعم، هناك من الجزائريين المواطنين لا يلتمس البعد ربما السياسي أو ربما ولكن أن يحمل كل هذا محملا غير لائق غير مناسب، مثلا كأن تعتبر بمثابة عنصرية مثلا أو كراهية أو كراهية، هذا إن حدث فعلا وفي نيتها هذا فهي لا تمثل الجزائر تماما، لأننا نحتضن أفارقة، نحن عن 2000 مناصر في كوت ديفوار الآن نتابع عن كتب البطولة الإفريقية، ولم يتبادر من أي واحد. لو كان مثلا هذه القضية هي مجموعة من الأشخاص ومعممة، ممكن نقول باللي ربما المناصر الجزائريين يعني مش بهم يقولوا وش يعني من الذي جنوا هذا، لا أبدا ليس من قيم الجزائر أن نكون ضيوفا عند ناس ثم نسبهم أو نعيرهم أو غير شيء من هذا القبيل. أستاذ حسين خلاص، هل تعتقد بأن أيضا الحرب حرب إعلامية، حرب سيبرانية، حرب إلكترونية يعني جندت لها المخزن، وهذا البلد العربي الشقيق الذي ذكرته ملايين الدولارات من أجل شن، وهذا تكلم عليها حتى الإعلام الرسمي هنا في الجزائر بأنه هناك 15 مليون دولار من أجل يعني شن حرب إعلامية وإساءة صورة الجزائر، وأنت تعرف أهمية هذه الحرب الإعلامية الآن أستاذ حسن. أحصي ما لا يقل عن 900 هجمة إلكترونية يوميا بين هذا البلد الإمارات والمغرب وغيرهم، هناك عمل منظم تجاه الجزائر منظم ودائم ويزداد حدة ووتيرة عندما تغتنم مثل هذه لهذه الفرص بين قوسين لتصعيد العمل، لأنه فيه عمل منظم وممنهج ويخضع لأوامر وتعليمات وتوجيهات دوائر في السلطة في المملكة المغربية، دوائر مخابراتية، دوائر أيضا لها علاقة مع الكيان الصهيوني. هنا يعني لا يمكن لهذا البلد ربما أن يصل إلى حرب ولا مواجهة مباشرة، ولكنه يستعمل الحرب السيبرانية والحرب الناعمة للإساءة إلى الجزائر. والجزائر يعني تاريخها ونضالها وشعبها ربما لا ربما حتى نقول لك لا تحتاج إلى الدفاع عن نفسها، لأنها هذه الصفات كلها تدافع عنها بذاتها. للأسف فقط البعض يحاول استغلال هذا الأمر. الآن نذهب إلى الموضوع الآخر المتعلق بالبلد العربي الشقيق الذي ذكر اسمه أستاذ زكريا مقران في بيان مجلس الأعلى للأمن الأخير، ولكن ظهر أستاذ زكريا مقران بأن هذا البلد لا يشكل خطر فقط على الجزائر، شاهدناه ربما في اليمن، في السودان، في سوريا، في العراق، ومؤخرا سلطنة عمان قبل يومين فقط أعلن التلفزيون الرسمي على توقيف خلية عمانية مدعومة من هذا البلد الشقيق لقلب النظام بالسلطنة، بمعنى أن يعني هذا المشروع كيف، هل هو مشروع لتفتيت هذه الدول العربية أم كيف، في أي سياق تضع هذا الأمر أستاذ زكريا؟ نعم. بالنسبة نحن كأمة أوهمونا بالإعلام أنه هذا الكيان الصهيوني له كل المستلزمات والماديات والقوة
أنه يستطيع يفعل ما يشاء. هذا وهم، هذا وهم إعلامي ولا بد أن ننتبه له. فماذا فعل؟ فقد استخلق أو اختلق لنفسه أزرة في كل المناطق في العالم، وخاصة في العالم العربي أين يكون. فهو صناعة، من يمده بالمال ومن يمده بالإعلام وبالتكنولوجيا ويمده بالسلاح هم الذين يفعلون هذا، ولكن لهم وكلاء. سيد الكريم، الوكلاء هم معروفين، الكبار الذي صنعوا هذا الكيان أو هذا الجهاز الذي موضوع في قلب الأمة العربية، كان يعمل لسنوات ولعقود كثيرة، يعمل على تفتيت الفكر الأمة وتشكيك الأمة أو الشعوب العربية في قيادته، وتشكيك حتى في أنفسهم وقدراتهم. سيد الكريم، فماذا النتيجة؟ هي أنهم خلقوا كيانات نقد معروفة، مثلا مثل الإمارات في الجهة الغربية في حدودنا، في مناطق أخرى، وهي كيانات عملها الواحد أنظمة بكل صراحة، ليست الشعوب، أنظمة تعمل ليس فقط على تفكيك الأمة، بل هي أنظمة موالية للقوى الكبرى. لا نقول الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني 4 أيام 5 أيام ينتهي بكل صراحة، المقاومة فقط، المقاومة فقط والله ينتهي مهما ملك. المشكلة تاعنا، يعني مشكلتنا نحن، هي تكمن في كيفية صياغة فكر واتجاه سياسي استراتيجي مع من يمد هذا الكيان بالنفس والنفس. من الأخير، الإمارات أو المغرب أو جهة أخرى فهي موكلة بهذا العمل بالمال وبالدعم اللوجستي وبالأمن، يعني الحماية العسكرية، هناك قواعد كثيرة وأسلحة أمريكية فرنسية بريطانية، يعني في الإمارات وفي كل المناطق، حتى المغرب في قواعد عسكرية أمريكية وكيان صهيوني أيضا. فهم الآن انتقلوا من مرحلة التثبيت الاستراتيجي العسكري والأمني إلى مرحلة التشتيت الفكري والضرب العلاقات بين الدول العربية باستعالة، نحن نقول أزمات سياسية جيوسياسية أيضا، وهذا عن طريق الأنظمة الموكلين بفعل هذا. أوكي؟ بمعنى، نحن ما عملنا الآن، العمل الآن يستوجب ماذا؟ هو تحصين الفكر الاجتماعي في المجتمعات العربية وما يعرفونها، طيب، لا للفتنة، وأن لا نثق في كل ما يأتينا من الإعلام الخارجي. ثانياً، ثالثاً، لابد من تأزير، احنا نقول لحمة الأمة، لأن بكل صراحة احنا خسرنا الإمارات وخسرنا المغرب وخسرنا النظام حتى في دول عربية أخرى المطبعة، والمطبعة نعم عن التطبيع بشيء من المشاهد الكريم، التطبيع ليس التطبيع أن نتعاون معك وأعترف بوجودك، لأنه كيان غير موجود، سرطان غير موجود، فهو عبارة عن جهاز متعدد الأجهزة، همه الوحيد أن يكون قريب من الأمة، من العمق الاستراتيجي للأمة. أما من يمده انظر مثلا الكيان الصهيوني، من أين احنا أوهمنا، يعني أوهمونا بوجود جهاز موساد شين بيت والشباك والأمور، وأخافونا مثل يعني نحن كأننا قطعان، يعني قطعان من الخرفان، أوهمونا بأنهم أقوياء ويصلون. أبدا، كل النوافذ الاستخباراتية، نوافذ أقوى، النوافذ والأبواب الاستخباراتية لجلب المعلومة كلها متوفرة في بريطانيا، ألمانيا، أمريكا، فرنسا، إيطاليا ودول أخرى تابعة. فالكيان لا يستقي معلوماته إلا من تلك الدول، فله كل الأبواب مفتوحة وهم كذلك. زيد أستاذ زكريا. إذن تقريبا أستاذ حسين خلاص، هل هذه الدولة يعني العربية الشقيقة هي تم تأسيسها لأجل هذا الهدف، أم غيرت ربما من نهجها وغيرت من أسلوبها وأصبحت دولة عدائية، أم من زمان هي دولة عدائية ولكن ما كان سرا أصبح علنا فقط؟ والله ما كان أبوهم امرأة سوء، ما كان أبوهم امرأة سوء، يعني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات كانت له علاقات طيبة مع الجزائر، وكانت له علاقات حسن الجوار، وكان من المؤيدين للقضية الفلسطينية كذلك. ولكن هذا الجيل الجديد من القادة في هذه الدويلة أعتقد أنهم لهم أجندات أخرى ومصالح أخرى
مرتبطة، ولو أنه الإمارات من زمان يعني مرتبطة بالولايات المتحدة كدولة بترولية، ولكنها بالمقابل ليست خاضعة لكل الأجندات الغربية كما هي خاضعة الآن يعني في الحقيقة. أعتقد أن هناك متغيرات كثيرة حدثت جعلت من هذه الدولة دولة وظيفية بامتياز، وظيفية وكيلة عن قوى غربية بشكل عام، الولايات المتحدة الأمريكية، الغرب، والكيان الصهيوني. إضافة إلى طموحات لزعامة المنطقة، هي الآن في تنافس كبير مع العربية السعودية لاكتساب نفوذ أكبر على المستوى العربي والسيطرة على الجامعة العربية وعلى مؤتمر الإسلامي، التعاون الإسلامي، ومحاولة استغلال يعني بعض البؤر الهشة. نعطيك مثال، الصومال متواجدة في الصومال وتثير الفتنة في الصومال، في السودان متواجدة وهي طرف في النزاع الآن بين الجيش السوداني وميليشيات حميتي، هي تدعم ميليشيات قوات الدعم السريع. في ليبيا أيضا هي طرف مع حفتر، ودخلت أيضا مع الحكومة المالية لتثير الفتنة بينها وبين الشمال، ومش محال كما يقولون تروح للنيجر وتروح للتشاد وتروح لموريتانيا، زيارة وزير الخارجية الموريتاني يعني ربما تأكيد على مناعة موريتانيا من أي اختراق إماراتي، لأن كان فيه محاولة كما كانت هناك محاولة مع تونس أيضا. فيعني كأنها يعني في مهمة واسعة النطاق لإرساء وجودها ويعني الوقوف وراء كل المشكلات. يعني هل يمكن طرح هذا السؤال، ما هي مصلحة هذه الدولة مما تقوم به الآن؟ هي دولة بترولية، دولة غنية إن صح التعبير، غنية حتى أيضا شعبها لا يوجد شعب كثير، ربما عنده احتياجات وعنده متطلبات وغير ذلك، يجب أن تقوم بهذه المناورات من أجل ما هي مصلحة ذلك. أم إذا كانت دولة وظيفية نفهم هذا الأمر أنها تؤدي مهمة معينة لصالح جهة معينة، يعني مقابل حمايتها يعني. طبعا، لأنها ربما لا تملك جيشا كبيرا ولا تملك قوات يعني ربما اللي ممكن مثلها مثل ما حدث للكويت مثلا في 90 وغير ذلك. هي هذه الدول تحتمي بأمريكا وتحتمي أيضا بالكيان الصهيوني للدفاع عن نفسها مقابل هذه المهام، وفي إطار الاتفاقية الإبراهيمية لا ننسى، هناك اتفاقية إبراهيمية للتطبيع، وهذه الاتفاقية مرشحة لتوسيع. رأينا مع وزيرة الخارجية المقالة في ليبيا وكيف كانت فيه محاولات لتقريب نعم المنقوش، كيف كانت فيه محاولات لتقريب وجهات النظر بين الصهاينة وليبيا، وكان وراءها هذا البلد. جيد أستاذ حسن خلاص. أستاذ زكريا، الآن هناك كثير من الدول العربية أصبحت تشتكي صراحة وعلانية من ممارسات وعدائية هذا البلد العربي الشقيق الذي ما زلنا نقول شقيق. أستاذ، السودان اشتكت، سلطنة عمان اشتكت، الجزائر آخر أو ليس آخر يعني اشتكت سلطنة عمان بعدها في التلفزيون الرسمي، يعني وسيلة رسمية. مهم جدا أن يتم فضح ممارسات هذا البلد في المنطقة العربية وما يقوم به، ويا ليته يعني قام بهذه الممارسات مع دول أخرى ليست عربية لا نشترك معها ربما في الدين أو اللغة أو الجغرافيا وغير ذلك، يمارسها فقط مع المنطقة العربية. ولماذا هذه المنطقة العربية بالضبط؟ نعم. أستاذ زكري. نعم. شوف سيدي، كما ذكرت سابقا أن هذه الدول هي أذرع، والأذرع يتفرع منها يعني أصابع أخرى بدعم اللوجستي
يعني مالي وكل شيء وشراء الذمم، فالمال يشتري الذمم. إسرائيل أو ما يتسمى بهذه إسرائيل وحاشا النبي إسرائيل ويعقوب، الكيان هذا لا يستطيع أن يكون في أن يدخل في حرب مباشرة مع الأمة العربية كاملة أو بلد ببلد، فهو يستغل ضعاف النفوس ويستغل أيضا حتى الفكر نقول العقيدة الإسلامية التي فككها منذ 10 سنين، العقيدة الإسلامية ولا أقول القرآن العظيم فككها وجعل منها شيع وغرس هذا الشيع في كل بلد من أجل إقامة الفتنة وضرب الدين في يعني ضرب الدين الإسلام في يعني في قلبه في الاعتقاد الاجتماعي للدين في الأمة العربية. فنتج عنا تصادم في الفكر، تصادم في الفكر. والآن وصلوا ماذا وصلوا؟ النتيجة أعطت أنهم أنشأوا لدين جديد ولعقيدة جديدة وهي عقيدة التسامح والإبراهيمية كما يقولون. ومن بعدها يا أستاذ أنهم وصلوا أو انتقلوا إلى المرحلة الأخرى وهي إثارة كل النعرات والفتن والاتجاهات السياسية، لأن في الجزائر أو في ليبيا أو في السودان هناك معارضة، هناك كل واحد منهم أو كل حليف له يعني عنده اتجاه سياسي خاص أو عنده ضغينة ضد أخوه أخيه هناك في السلطة أو عنده يعني فيه أمور في البلد الواحد، فيستغلون المعارضة ضعيفي الأنفس وضعيفي الولاء بكل صراحة. فهم يعني they point out، يعني بالإنجليزي إحنا نقول point out بمعنى أنهم يذهبون إلى الحلقة الأضعف في النسيج السياسي والمالي والاقتصادي في كل دولة على حدة. هذه يعني هذه دولة الإمارات أو المغرب، ويستغلون نفوذهم في العربية، إحنا نقول لأنهم عرب مسلمين، يستغلون هذا النفوذ وهذه الرابطة الدينية، الرابطة الأخلاقية، الرابطة الدم والدين، يستغلونها للدخول إلينا وإلى غيرنا من الشعوب المحيطة بنا. فهذه الاستراتيجية في الكيان أو عنده حرب في الكيان فهو في حرب، أوكي؟ ولكن له أضرع أخرى أخطر من الكيان نفسه سيد الكيان. وأنا أقول وأجدد وأني أثبت الكلام أن الأضرع الكيان أو أمريكا أو بريطانيا فهي كلها من الدول الكبرى. فإذا ما استطعنا المشكلة أن يعني أن نقطع زكريا الحرب. زكريا هل نفهم أنه المشكل الأكبر هو في الأذرع، يعني في العملاء وفي الذين يخدمون هذا المشروع، لأنه كما قال أستاذ زكريا أستاذ حسن خلاص يذهبون إلى الحلقة الأضعف، وقال سياسيا وربما اقتصاديا وكل شيء يعني وإعلاميا إن صح التعبير. والله لقد دفعتني لقول شيء مهم وأن هذه الدولة كانت أستاذ حسن خلاص سأعودي لك أستاذ، أطرح نفس السؤال عليك أستاذ زكريا مقران، بأنه لا يمكن لهذه المخططات أن تنجح إن لم يعني يكون هناك تقريبا هذا ضعاف النفوس سياسيا، يعني الحلقة الأضعف، يعني استعمال الوكلاء، استعمال ربما إعلاميين وشخصيات أخرى لضرب البلدان من الداخل، يعني يضربون من الداخل عن طريق الوسطاء. شوف سيدي، المشروع هذا لضرب هذا المشروع ليس بمشروع وليس بحديث النشأة، فهو قديم القديم في الإعلام، أنه روج لقوة الكيان ولديمقراطيته المزعومة ولحقوق الإنسان فيه. فعندما انكشف وسقط القناع وعند سقط انتقلوا إلى المرحلة الثانية وتشويه وجود الأمة. نعم سب وذلك بالزرع. نعم أنا معك واصل أستاذ. نعم، والتجأوا إلى المرحلة الثالثة ضرب يعني العلاقات السياسية فيما في كل كان في كل دولة بين السياسيين فيما بعضهم البعض، وبعض المأجورين أيضا في الخارج الأبواق المأجورية، واستغلوا السوشيال ميديا الإنترنت يعني ليدمروا الشعوب، لأن الشعوب بكل صراحة يا أستاذنا وأستاذ خلاص الشعوب العربية لا زالت يعني مع كل أسف ما زالت ليس لها الوعي الكافي والثقافة المتقدمة جدا في إحباط كل هذه، وهذا دور الإعلام في الداخل وفي الخارج، وهذا نحن لابد أن نستثمر في الإعلام المحترف، إعلام الذي
يعني يبرز الحقائق، الإعلام الذي يمكنه أن يصون البلاد من كل تلك التيارات يعني المتعددة العدوة التي تريد كسر الكيان الاجتماعي الأمة. وإذا كسر الكيان الاجتماعي الأمة وأصبح فيه متناحرين ومتنافسين، فقل سلام على الأمة، لأن لا يمكن حماية الوطن بالسلاح، ولا يمكن حماية يعني في الداخل، ولا يمكن يعني. توافق هذا النقطة ثم واصل الكلمة التي كنت ستقول. أنا أريد أن أواصل في الحقيقة فيما بدأت بحديث عنه، وهو أن في وقت قريب يعني قبل 2019 المعروف أنها حاولت في الجزائر 2019 قبل 2019 قبل 2019 حاولت في الجزائر أن تشكل مجموعة مصالح مع الأوليغارشية القائمة، وحاولت أن تجذب إليها عن طريق شبكات الذهب، والقضية معروفة، وكثير من المزايا التي قدمت لكثير من المسؤولين المحاكمات. نعم، وكثير من المسؤولين تورطوا في يعني رشاوي من هذا القبيل، يعني من طرف أناس عملاء يعني متعاملون لصالح الدولة هذه فحاولت أيضا أن تجد لها قدما في القرار السياسي أيضا للجزائر، ولكنها فشلت. الحراك أفشلها، الحراك وما بعد 2019 أفشل كل هذه المحاولات، وهرب وفر فر حراك الشعبي أستاذ. نعم، خلاص رفع شعارات مهددة بهذا البلد، مهددة بهذا البلد في تلك الأثناء. لا بد أن يتذكر الجزائري في تلك الأثناء فر من كان هنا في الجزائر يقوم بهذه المهمة، فروا إلى بلدهم لأنهم أدركوا أن لا جدوى من البقاء، لأن انتهى ذلك العهد الذي يمكن أن أستاذ حسن خلاص. أيضا ما قام بهم، نستحضر ما قام بهم مؤخرا في مالي يعني، ومحاولة تأليب عاصيم قويطة ضد الجزائر، كان هناك استدعاء السفراء ما بين في عند الطرفين، الآن بدأت تعود العلاقات إلى مجراها الطبيعي، وهناك زيارة مرتقبة لعاصيم قويطة إلى الجزائر. هل معنى ذلك أن الجزائر أفشلت هذا المخطط نهائيا؟ لأنه دائما يحاولون اللعب عند الضفاف، عند الحدود، مالي مع تونس مع موريتانيا مع وغير ذلك. أفشلت هذا المخطط أستاذ أحسن؟ طبعا أدرك، ربما أتمنى أن الحكومة المالية أدركت أن الجزائر له أسلوب واحد وليس لها أساليب كثيرة، أسلوب الحوار. إذا فيه اختلاف أو نزاع يحل بالحوار فعلا، فلنجرب الحوار، وإذا كان ربما هناك سوء تفاهم، ربما نعم سوء قراءة، لنجرب الحوار. يعني هم أستاذ اسمح لي أستاذ خلاص، برروا ما قاموا به بأن الجزائر تحاول التدخل في الشؤون الداخلية لمالي باستقبال الإمام وغيرها، بعض الأطياف الأخرى السياسية، ولكن الجزائر من حقها أن تستضيف هؤلاء لأنهم جزء من ميثاق السلم. استضافة هؤلاء لم يكن في السر، إنما كان في العلن. ولو أراد الجزائر استقبل ولم تكن لدى الجزائر أي نية خبيثة أو أي نية مؤامراتية تجاه مالي. لماذا يعني الآن أيضا، لماذا إذا كانت فيه نية للمؤامرة لماذا لم تقوم قبل ذلك بكثير؟ كانت مالي مثلا في وضع أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، كانت دولة فوضوية فاشلة منهكة، الجزائر هي التي أنقذتها من تلك الوضعية. اتفاق السلم والمصالحة في مالي أيضا كان دواء لداء استعصى، وكاد يمزق مالي إلى دولتين أو على الأقل فصيلين متنازعين، مع محاولة الأزواد يعني أن يرفعوا مطلب الانفصال. فالجزائر لها تاريخ في مساعدة هذا البلد وليس تدخل في شؤون طبعا يعني. وأعتقد أن الذي غرر بهذا قويطة وغير قويطة يعني يدرك أدركها الآن، أدركت الحكومة المالية أن
أن بمجرد أن يكون فيه جسور الحوار مع الجزائر الأمور يمكن أن تعود إلى مجرد. المشكلة أنه دائما والجزائر تنادي إلى هذه المقاربة أستاذ زكريا، مقاربة التنمية في الدول الإفريقية. الآن الظروف الاقتصادية أنت تعرف لدول الساحل جميعا وحتى لبعض الدول المحيطة بالجزائر ظروفها الاقتصادية ليست بخير، ولا حتى السياسية، هناك مراحل انتقالية في مالي وحتى في ليبيا الوضع غير مستقر. ألا تعتقد بأن هنا المسؤولية تزداد أكبر على الجزائر لحماية أمنها القومي بوجود هذه الظروف، الظروف الاقتصادية الهشة التي ربما قد تحاول هذه الدول أو هذا المخطط استغلال الظروف الاقتصادية ومد يد العون لهؤلاء وبالتالي كسبهم ووضعهم في صفهم يعني؟ نعم سيدي، لابد أن نرجع قليلا للوراء، لأن هذه الأحداث التي تحول حول الجزائر من ناحية الجيوسياسية والاستراتيجية، نرجع لقد يعني الجزائر مرت بمراحل يعني خطيرة جدا في التسعينيات أنا أقول بشخصيات وناس يعني يكونوا في المقام المحمود طيب وقد المسؤولية 30 سنة الماضية، مما جعل الجزائر هذه الخطة تضعف قليلا يعني في 30 سنة، يعني يريدون إضعاف الجزائر ليستطيعوا أن يدخلوا في العمق الاستراتيجي حول الجزائر. طيب بالنسبة وهذه الحلقة يعني بالنسبة لما يحدث في مالي والنيجر وليبيا فكلها ليست ضد تلك البلدان لأنها لا تساوي شيء بكل صراحة، يعني وزن سياسي عسكري سميه ما شئت، فالهدف هو الجزائر كعقيدة كتاريخ كعقيدة سياسية ثورية طيب، وهذا ما يريدونه وقد كان العمل على دأب يعني خلال 30 سنة الماضية، وانتقلوا بعدها إلى يعني قبل الجزائر انتقلوا إلى مصر، ونحن نعرف ماذا حدث للرئيس المخلوع الله يرحمه، ونعمل الاقتصاد المصري الآن ما يعاني، فهم خنقوا مصر يعني وحتى قطعوا عليها شريان الحياة وهو النيل في إثيوبيا، وهذا احنا نقول يعني بالدرجة احنا نقول تمهيد لحصارها وتمهيد لحنقها وقطع أواصر الحياة يعني، وحدث أيضا في السودان ووصلة الغذاء العربي يعني، فكان ما حوله. نعم تفضل. شكرا جزيلا لك أستاذ زكريا مقران الخبير في الاستراتيجية. أستاذ انتهينا أستاذ من هذه الحلقة، المهم نؤكد بأن الجزائر ليست دولة عدائية في تصرفاتها ولا في قراراتها ولا في تاريخها يعني، والتاريخ يجيب من يريد أن يسأل أو يقرأ، والوعي يبقى الوعي مهم جدا لرد كل هذه الادعاءات. الوعي أستاذ حسن، لئن بسطت يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله. هذه قمة السلام وقمة طبعا. والجزائر كما ذكرنا لما ترد بحكمة وترد باتزان وتظهر للعالم أنها دولة قوية، وقوة ليس فقط بالتهور ولا شيء من هذا القبيل، القوة في أنك يعني تبقى صامدا وتبقى يعني في حكمتك. استاذ حسين خلاص بديناها بالرياضه، خلينا نختموها بالرياضه ما دام ان البرنامج سيعود يوم الاحد والجزائر تلعب يوم السبت ان شاء الله، عندها فرصه يوم السبت مع بوركينا فاسو التي فازت اعتقد ضد موريتانيا. نعم وش توقع استاذ حسين؟ والله اتوقع انت رياضي اكيد. لا والله غير اتابع الرياضه جيدا و عشت المقابلة الأولى بكل جوارحي، فأعتقد أن بإمكان الجزائر تملك كل إمكانيات للتدارك إن شاء الله. وما حدث للجزائر حدث للكثير من الفرق القوية في إفريقيا، ليست الاستثناء. طبعا هذه ظاهرة الدور الأول في هذه الكأس، أن الكثير من البلدان الكبيرة يعني تعثرت في المقابلات الاولى. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ حسن خلاص رئيس التحرير في قناه الوطنيه، والشكر ايضا موصول استاذ زكريا مقران الخبير في دراسات الاستراتيجيه، كنت معنا عبر خدمه سكايب، فشكرا جزيلا لك.
وشكرا موصول ايضا للسادة المشاهدين. نلتقي يوم الاحد او الاثنين القادم ان شاء الله، لان البرنامج كما قلت ياتيكم كل اثنين ثلاثاء واربعاء استثناء خلال هذا الكان لفسح المجال للزملاء في القسم الرياضي لتحليل مجريات الكان. القاكم يوم الاثنين القادم ان شاء الله. الى اللقاء.